متابعينا متابعي طقس العرب في كل مكان، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم آخر توقعات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة. سادت أجواء باردة ولكنها مستقرة خلال اليومين الماضيين، لكن هناك توقعات بمنخفض جوي بمشيئة الله مرفق بكتلة وهي باردة، متوقع أن يؤثر على المملكة بمشيئة الله مع اليوم الأول من السنة الميلادية الجديدة، وبالتالي عودة للأجواء الشتوية الباردة والممطرة. نستعرض معكم الآن التوقعات الخاصة بال24 ساعة القادمة. هناك توقعات بتشكل للضباب في مع ساعات فجر وصباح الأحد في مناطق عدة وهامة من المملكة، نستعرض معكم بعد قليل. هناك توقعات بأجواء باردة ليلة رأس السنة الميلادية مع أجواء غائمة جزئيا إجمالا، كذلك الحال هناك أمطار وهبوب لرياح نشطة في مناطق واسعة من المملكة يوم الاثنين مع ازدياد تأثير هذا المنخفض الجوي. نستعرض معكم الآن الخريطة الخاصة بتوقعات تشكل الضباب. هناك توقعات بتشكل واسع وكثيف للضباب مع ساعات فجر وصباح الأحد، تمتد حتى ساعات متأخرة من صباح الأحد في مناطق هامة من السهول الشرقية والبادية. هذه المناطق تكتسب أهمية نظرا لكون الطرق الصحراوية الدولية هي نافذة في هذه المناطق باتجاه العراق وباتجاه السعودية مرورا بمنطقة مدينة معان، كذلك الحال منطقة مطار الملكة علياء الدولي. هنالك احتمالية لعرقلة حركة الملاحة الجوية بفعل هذا الضباب الكثيف المتوقع مع ساعات فجر الأحد وحتى ساعات الصباح المتأخرة. أما بخصوص المنخفض الجوي، هنالك توقعات بتشكل لهذا المنخفض الجوي مع ساعات نهار الأحد إلى الجنوب الغربي من جزيرة قبرص، متوقع أن يتحرك نحو الشرق إلى الجنوب الشرقي من قبرص مرفق بجبهة هوائية باردة. هذه الجبهة الهوائية الباردة تمتد حتى الأراضي المصرية، متوقع أن يزداد تأثيرها على المملكة تدريجيا نهار يوم الاثنين خلال هذه الفترة. مركز المنخفض الجوي فوق منطقة لبنان مع ساعات تتراجع الفعالية الجوية نظرا لانتقال المنخفض الجوي إلى الشمال الشرقي من سوريا، لكن هنالك كما هو ملاحظ اندفاع لتيارات هوائية باردة ورطبة خلف هذا المنخفض الجوي، وبالتالي استمرارية للفعالية الجوية مساء الاثنين ويوم الثلاثاء على شكل زخات من الأمطار وأجواء ضبابية باردة في عموم المناطق. أما خلال الثلاث أيام القادمة، التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان، درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد تقريبا 12 مئوية، تنخفض ليلة رأس السنة الميلادية إلى 4 درجات مئوية فقط، أجواء غائمة جزئيا مع توقعات بهطول زخات محليا المطر عصر الأحد، ومع ساعات الليل في مناطق محدودة من المملكة تكون على شكل أو على هيئة ثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية التي تزيد في ارتفاعها عن 1500 متر، تشمل بذلك مرتفعات الطفيلة والشوبك وألوية البتراء في غرب محافظة معان. أما مع تدريجية مع ساعات نهار الاثنين أجواء باردة وغائمة وماطرة بمشيئة الله بدءا من المنطقة الشمالية، تمتد تباعا هذه الأمطار إلى المنطقة الوسطى ولاحقا الجبال الجنوبية. درجة الحرارة المتوقعة العظمى في العاصمة عمان فقط 7 درجات مئوية وأقل من ذلك في الجبال، تنخفض مع ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء إلى 5 درجات مئوية مع استمرار هطول الأمطار على شكل زخات وسط استمرار الأجواء باردة وضبابية في عموم المناطق. يوم الثلاثاء كما تحدثنا استمرارية للفعالية الجوية بفعل اندفاع التيارات الغربية الباردة والرطبة خلف هذا المنخفض الجوي، أجواء غالبا غائمة مع توقعات بهطول زخات متفرقة من الأمطار، الحارة العظمى المتوقعة في العاصمة عمان 9 درجات مئوية. كان معكم الدكتور أيمن صوالحة من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. دمتم برعاية الله.